طيب نسمع رسالة الأستاذة دعاء زمورة بتوجهها إلى لاعبي فريق الزمالك. السلام عليكم أخي الجريء، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل محبي وعشاق ومستمعي ومشاهدي قناتنا، قناة الجريء المحببة إلى قلوبنا كلنا. طبعا أنا النهاردة، طبعا أنا معكم في الأول أختكم دعاء زمورة. طبعا أنا بوجه النهاردة رسالة للاعيبة نادي الزمالك بخصوص مباراة بكرة. خليني أبدأ كده معاهم أو معاكم كلكم، يعني بكلام عادي جدا. أنا موجهه للعيبة بحيث برضه إن كله يبقى يعني يقدر يفهمه إن شاء الله. يعني أنا بقول للعيبة الزمالك، أنا ما يهمنيش أنت مين أو اسمك إيه أو يعني أو تركيبك إيه في اللعيبة أو ما شابه ذلك. أنا يهمني ال11 اللي هينزلوا يبقوا رجالة في الملعب، تنزل تحترم الخصم، تنزل تبقى هتاكل النجيلة. انا عارفة ان انا باجي عليكم على اساس ان احنا طبعا في ضائقة مالية فظيعة جدا، بس اسمحوا لي ان انا اجي عليكم شوية. معلش اختكم بقى ويعني عايزة تيجي عليكم شوية. انزلوا بكرة احترموا الخصم، انزلوا بكرة اعملوا اللي عليكم. مش عايزة تشتيت، مش عايزة تبقوا مشتتين في الملعب، عايزاكم تلعبوا عشان اساميكو، عشان تاريخكو، عشان ناديكو. طبعا يعني احترام الخصم ده اهم حاجه في المباراه. هتحترم خصمك هو كمان هيحترمك. مش عايزه برضو حته ان انا انزل الملعب وانا حته الثقه الزايده، لان الثقه الزايده بتتقلب. يعني انا نازل دلوقتي كلاعب، نازل هلعب مباراه واثق قوي ان انا هكسب، لا ممكن لا قدر الله تتقلب علينا ان احنا نخسر. فلازم انا محترم الخصم، وانا طبعا انا الزمالك وانا واثق ان انا الزمالك، بس مش ثقتي زايده، لان الثقه الزايده زي ما قلت لكم يعني بتتقلب في الكوره، والكوره ملهاش كبير، كره القدم ملهاش كبير. حضرتك هتنزل هتأدي وهتعمل اللي عليك، ربنا هيديك. مش هتأدي وهتتخاذل، هتلاقي ربنا طبعا يعني ما اعطاكش اللي انت عايزه. طبعا يعني عايزه اقول لكم ان مباراه بكره صعبه. فريق المقاولين فريق تقيل، فريق كبير، لازم ان انا احترمه في الملعب. طبعا بيجي عماد تفويته يعمل علينا ان هو مدرب، ويجي قدام الفرق المنافسه يعني كأنه ما كانش بيفوت، عشان كده احنا بنقول عليه عماد تفويته. فعايزاكوا تنزلوا تحترموا المقاولين قوي، تلعبوا لعب الزمالك العادي، تاخد بالك قوي من الدفاع. انا مش عايزه الدفاع بكره يعني حته ان الخطوط اصلا لازم تكون متقاربه، لازم خطوط يعني تقارب الخطوط بين الدفاع والهجوم، ده لازم. حته الهجمه خلاص، هو اصلا المقاولين او اي فريق بيجي يلعبك بيلعب على حاجتين، بيلعب على الكونتر اتاك او الهجمه المرتده، وبيلعب على الزون ديفنس او الدفاع المنطقه. فانت تتغلب على ده ازاي؟ انت عندك لعيبه مهاريه، عندك يعني عندها مهاره. احنا طبعا عندنا لعيبه يعني عندها مهاره كبيره يعني. خلاص طبعا انا مش عايزه اقول اسماء ومش عايزه اقول مين ومين، لان طبعا معروفه يعني اللعيبه المهاريه واللي عندها حته المهاره واللعب الفردي معروفه. انا هتغلب على ده اولا، ان انا هعتمد على المهاره واللعب الفردي، المهاره الفرديه للعيبه خلاص. وفي نفس الوقت انا برضو مش هسيب للمقاولين نص الملعب يعمل في اللي هو عايزه، لان انا زي ما قلت لكم المقاولين هيلعب معايا على الهجمه المرتده. لان لو المقاولين فتح خطوطه يبقى احنا هنكسب، فهو مش هيعمل كده، وعلى قد ما يقدر هيحاول يجري الوقت. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ طبعا فاهمين لعب وشغل المدربين، وبالذات عماد تفويته معانا يعني يعني بيخليكوا انتوا. لا انا عايزه الزمالك يكون رد، يعني ما يكونش هو ردة الفعل، انا عايزه الزمالك هو اللي يكون الفعل. العبوا
انتوا اللي تخليهم تجبروهم على لعبكم مش هما اللي يجبرونا. عشان كده اهم حاجة في الموضوع ده بكرة، او يعني او يعني زي ما هتسمعوا بكرة يعني في الماتش ده، ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تجيب جون في اول ربع ساعة، لان كل ما اتأخرت في ان انت تجيب جون او تحرز هدف هتبص تلاقي نفسك يعني هم اخدوا الثقة. فلازم انا علشان اعمل كده واخليهم هم يكونوا رد الفعل، مش انا رد الفعل، لازم اجيب جون بدري باي طريقة، باي طريقة بقى، ضربة جزاء بقى، ضربة ثابت، ايا كانت، كرة عادية جدا يعني، ايا كانت الكرة او ايا كان الهدف، المهم ان انا اجيبه يعني. يعني ده انا اتمنى منكم ان انتوا تعملوا كده. زائد ان هما كمان لما هيجوا يعملوا الكونتر اتاك بتاعهم، التمركز عندنا لازم يكون كويس. بمعنى ايه التمركز؟ يعني لو انا معايا الكوره ماشي، انا اللي معايا الكوره خلاص، انا في حاله هجوم فهم قطعوها مني، فلا انا لازم ارتد من الهجوم للدفاع بطريقه سريعه او بشكل اسرع. ده الارتداد، الارتداد بشكل عام، اذا كان الارتداد الدفاعي من الدفاع للهجوم، او الارتداد الهجومي اللي هو من الهجوم للدفاع. فاهمين قصدي؟ اتمنى ان انتوا تفهموا قصدي، يعني اتمنى ان انا اكون وصلت لكم الموضوع يعني. ماشي. طيب الهجمه معايا بقى، انا كزمالك الهجمه معايا. اولا انا عايزه الكره تبقى تمشي بشكل سريع، مش عايزه الميز باص بطريقه يعني بطيئه، هنتعب جدا في حته الميز باص بطريقه بطيئه، لا انا عايزه الكره تمشي تتحرك لقدام. اتمنى ان انا اكون يعني قادره اوصل لكم المعلومه زي ما انا فاهمه، تكونوا انتم فاهمين. على فكره انا بخاطب اللعيبه صديقي الجريء يعني بخاطبهم يعني. ماشي. الكره تبقى لقدام، اهم حاجه الكره ما تتقطعش منك يعني بسرعه. اهم حاجه يكون عندك احتفاظ بالكرة بشكل أطول، بحيث إن أنت تمشي الكرة يعني وتلعب على أو تسرع رتم المباراة. دي حاجة. السيمي فاينال تاتش بقى، أو اللمسة اللي قبل الأخيرة، أتمنى إنها تتظبط، لأن لو السيمي فاينال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. لو السيمي جواز فاينال تاتش التسجيل مش دلوقتي. اتظبطت خلاص، يعني لو اتظبطت السيمي فاينال تاتش، الفاينال تاتش او اللمسه الاخيره هتتظبط. يا رب تكونوا فهم يعني فهمتوا انا عايزه اوصل لايه. واستغلال الفرص، ان انت تستغل يعني تستغل الفرص، لان انت لازم تكون عندك حته ان الكوره اللي هتيجي مش هترجع لي تاني. دي اهم حاجه. وتاني بقولها تاني، احترام الخصم وعدم الثقه الزايده بالنفس ده اساس الموضوع يا رجاله. اتمنى ان انا اكون يعني تكون رسالتي دي يعني فهمتوها. روعة. وحقوق عليا طبعا ان انا دخلت بقى في قصص فنيه وحاجات كده، بس لازم عشان يعني ايه يعني اكون دقيقه في الموضوع واكون يعني عند حسن ظنكم كلكم. طبعا انا بكلم اللعيبه ماشي. اما بقى عن اما عن الاستعداد النفسي، ماشي، انا عايزه استعد نفسيا للمباراه دي. اول حاجه يعني كلاعب، ان انا ما احطش دماغي اي حاجه، انزل المباراه كويس، انزل المباراه اللي هو عندي ثبات انفعالي واتزان نفسي كويس، علشان اقدر ادي، علشان اقدر كمان ان انا ادي في الملعب بطريقه كويسه. ما يكونش عندي عيب اللي هو لا انا شايل هم ان الفلوس واتاخرت والكلام ده كله، انا مش عايزاه. لو سمحتوا يعني، لو سمحتوا شيلوا الموضوع ده من دماغكم ساعتين بس لحد الماتش ما يخلص. وطبعا بعد كده الله المستعان بقى، يعني الله المستعان، يعني ان شاء الله تبقوا يعني تبقوا احلى، وتبقوا يعني تقدروا تقدموا ان شاء الله، وتبقوا احسن الناس ان شاء الله باذن واحد احد يعني، ونكسبوا ان شاء الله. بس اهم حاجه برضو احترام الخصم وعدم الثقه الزايده بالنفس. واعمل اللي عليك هتلاقي ربنا بيديك ان شاء الله باذن واحد احد. يا رب. طبعا اسفه اخي الجريء ان انا طولت على حضرتك جدا، يعني اسفه جدا جدا خلاص. واسفه طبعا انا طولت على الناس، بس انا طبعا حبيت ان انا برضو اشرح للعيبه بطريقه مبسطه جدا. اهم حاجه برضو تناموا بدري النهارده، علشان طبعا تكونوا فايقين الصبح، ومش عايزه سهر، انا بكلم اللعيبه برضو مش عايزه سهر، ما تسهروش ماشي. اتمنى ان الاداري ياخد الموبايلات منكم عشان ما تقعدوش تتكلموا فيها. يعني ده برضو على فكره من الحاجات اللي هي النفسيه برضو،
يعني فهميني، اتمنى انتوا تكونوا برضو استوعبتوا القصه او استوعبتوا الموضوع. برافو عليك، برافو عليك. واتمنى ان انا اكون بقى ايه يعني ما غلستش عليكم، واتمنى ان انا ما كنتش تقلت عليكم. بس يعني انا كنت معاكم اختكم دعاء زموره. انا بشكرك يا جريء جدا على تحت الفرصه دي، ربنا يخليك. وبشكر طبعا اخواتي واهلي في قناه الجريء. اتمنى يا رب سهره سعيده ليكم، واتمنى اكون برضو ضيفه خفيفه عليكم يعني.